اكيد جايز ابي نقصد كانت تبيعوها لوالدك ما قال لا درتوها صاحبي دوك هذيك الطريق من بعد تولي تدير قسنطينة ورجع بعريري جاك سطيف قسنطينة بس هذيك البلاكة كانت دروا هنا ما عندها حتى معنى يمشوا هو على بلد هذا هو خدمتهم طريق هو هذا كي يزرب ما في الفايدة يربح دراهم كي يزرب ما يربح دراهم يلعب شي لعب بكري الفرصة اللي كيدير 10 و5 كورسات في السمانة يديرها على 6 يلحق يبيع